السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي في الحلقة 23 في مقرر محاسبة التركات الذي يرمز له بفقه 315 في تخصص المحاسبة. قبل أن أبدأ في التصحيح والانكسار والكلام عنه، أحب أن نعيش أنا وإياك استراحة، لا نشرب فيها كأس شاي ونأخذ شيئا يعالج بعض الإشكالات التي قد يريدها الناس، لا سيما في عصر التقنيات المفتوحة وسائل التواصل والقنوات الفضائية. فيأتي من يشكك في المواريث والفرائض، ولماذا هذا يعطى كذا ولماذا يعطى كذا. نعالج هذا الموضوع بتنبيه على مقاصد الشريعة الإسلامية في الميراث، يعني كيف الشريعة تنظر إلى قضايا الميراث، ولماذا تعطي الأب كذا والأم كذا والبنت كذا، ولماذا لا تعطي الخال والخالة، يعني وش الاعتبارات التي تنظر لها الشريعة في هذا الباب. اعتبرناها أولاً، عرفنا شيئا من الحكمة، ثم استطعنا أن نناقش غيرنا في ممن يشنع أو يشوه هذه الشريعة. يعني الشريعة الحمد لله أزل فيها صفاء فيها نقاء، وجاءت بالحكمة البالغة في الله عز وجل، الحكمة البالغة، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والمؤمن الأصل إذا جاءه أمر من الله عز وجل سلم وقال سمعنا وأطعنا. فأنا أقول نعالج هذه القضية بأن نقول فرض من الله والله عليم حكيم. لكن لو جاءنا هذا السؤال في الواقع الآن أو عن طريق وسائل التواصل، أو جينا نقسم تركة فجاءنا هذا السؤال الذي يقول لماذا التفاضل في الميراث؟ ليش يعطى هذا أكثر من هذا؟ ولماذا هذه ما تعطى؟ فهذا السؤال الذي يسأله بعض الناس نحاول أن نجيب عنه في هذه الاستراحة. نظرة الشريعة للتفاضل أحياناً بدرجة القرب من الميت. كون يكون قريب من الميت طبيعي أنه يكون أكثر، لذلك يمكن أن نقول كلما اقتربت الصلة زاد النصيب، وكلما ابتعدت قل النصيب. شوف نلاحظ هذا، وتمر معك في حلقات سابقة وأثناء دراستنا وتطبيقنا قضية حساب التركات وكم يعطى الوالدين وكم يعطى الأولاد. أنت لو تتأمل هذه تشوفها واضحة وظاهرة، يعني أنه بحسب قرب الإنسان من الميت يكون نصيبه أكثر. تلاحظ مثلا الفرق بين العم طيب والأم مثلا، تلاحظ الفرق بين الأم والأخ لأم مثلا. فاعتبر مثلا الأولاد قربهم، الوالدين قربهم، فاعتنت الشريعة بهذا أن القريب من الميت يستفيد أكثر. قال الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فالطبيعي أن غالبا الآباء والأبناء هم أقرب الناس للميت، فكان نصيبهم أكثر. ثم الدرجة التي بعد الوالدين والأولاد والزوج أو الزوجة يكون الدرجة الأخرى مثل درجة الأخوة العمومة. فإذا بحسب قرب الميت يكون عناية الشريعة وأن يكون له نصيب أكثر من الميراث. في قضية ثانية وهي موقع نسميه الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال، وهذا يدل على حكمة عظيمة في الشريعة. الأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعباء الحياة يكون نصيبها عادة أكبر من نصيب الأجيال
التي تستدبر الحياة. أعيد، الأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها يكون نصيبها في ميزان الشريعة عادة أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة والآن قلت تكاليفها. فمثال، الآن البنت والأم كلاهما نساء، من تتوقعون أكثر في نصيبه في الميراث؟ نقول البنت أكثر، فالبنت أكثر من أمها، يعني مات شخص وترك بنت وأم، نقسمها حتى تتضح لنا. توفي شخص وترك زوجة وأم وبنت، الزوجة كم لها؟ لأنك تلاحظ أن في فرع وارث هو البنت فسيقل نصيبها. كم الزوجة؟ الثمن. طيب الأم بدل في فرع وارث لا ترث الثلث، إنما ترث أقل وهو السدس. وهذا كله اعتبار أن الجيل الذي سيعيش غالبا وعنده أعباء في المستقبل سيكون أكثر، فيؤثر حتى على الأم فترث السدس. البنت كم في الصورة هذه؟ الأصل هو أن ترث النصف لأنها واحدة. تلاحظ أخي الآن أن الأم والبنت كلاهما نساء، ولكن الله عز وجل جعل البنت الأكثر في المال. قد يقول من الحكمة أن الأم في العادة كبر سنها والآن يعني يكون يعني كأنها يعني تستدبر الحياة، أما البنت فإنها هي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها فكان نصيبها أكثر. الآن تلاحظ الابن والأب، توفي شخص وترك أب، ترك أباه وابنه، تذكر كم يعطي كل واحد منهم؟ فنقول مثل الأب الآن كم يأخذ؟ طبعا قاعدة في الأب كما قال رجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فما دام في ولد هو الابن الآن فالأب يأخذ بالفرض، وفرض الأب هو شيء واحد وهو السدس، فالابن له الباقي. لو كان المسألة من طبعا كما ذكرنا في التأصيل إذا كان في فرض واحد فنجعل أصل المسألة من مقام ذلك الفرض، فنقول أصل المسألة من ستة، كم للأب؟ واحد، وخمسة للابن. لو كان المبلغ المتروك هو 60,000 ريال، تلاحظ كم للأب؟ 10,000 ريال، والابن 50,000 ريال. فتلاحظ أن الآن أخذ الابن أكثر من أبيه من الأب، هو طبعا قرابة الأب هنا جد، لكن المقصود هنا أن هذا الميت الذي ترك أب أصل له وترك فرعا هو الابن، الابن يأخذ أكثر من الميت، أكثر ما يأخذ الأب. ونقول لعل من حكمة الشريعة في ذلك أن الأجيال التي تستقبل الحياة مثل الابن وينتظره تكاليف كان نصيبه أكبر من الأجيال التي تستدبر الحياة. هذه حكمة ذكرها بعض أهل العلم. طيب نرجع إلى مقصد ثالث لعله من مقاصد الشريعة في الميراث، نقول هو العبء المالي، أو نقول الغنم بالغرم. كيف؟
نقول ألا تلحظ تفاوت بين الذكر والأنثى في حالات، مثل في الإخوة والأخوات، في البنات مع الأبناء، بنات الابن مع أبناء الابن ونحو ذلك، في تفاوت. فالله عز وجل يقول في موضعين في سورة النساء: للذكر مثل حظ الأنثيين. قالها في الأولاد وقالها في الإخوة. يشنع البعض على مثل هذا، نسمع في الإعلام ومع التشويه لبعض القضايا الإسلامية، والآن مع ما يسمى تحرير المرأة وحقوق المرأة والمطالبة بالمساواة. لماذا فضل الله عز وجل الذكر على الأنثى في مسائل، ومنها مسائل الميراث؟ أقول حكمة عظيمة، ومن ذلك العبء المالي أو الغل بغل. كيف؟ نقول من المطالب الآن بالتكاليف الذي هي الإنفاق وإعمار الأرض باقتصاد؟ غالباً هو الرجل الذكر، فالآن لا يجب النفقة إلا على الذكر، فهو الذي ينفق على زوجته، على أولاده، أحياناً قد ينفق على أبيه وأمه، قد ينفق كذلك على بعض الورثة إذا كانوا فقراء وهو غني. إذن عليه تكاليف، عليه مطالب مالية. أما المرأة فلا تطالب بتكاليف، إنما لو جاءها المال فهي إما تصدق فيه، أو تحسن إلى من حولها وتهدي، أو أنها تجعلها في التكاليف، تجعلها في الكماليات والتحسينيات ونحو ذلك مما الآن يهتم به بعض النساء، مثل في الماركات والألبسة ونحو ذلك والزينة. والمرأة طبعت على هذا كما قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية، يعني المرأة تنشأ في الزينة والجمال وغيرها. فالله عز وجل لم يعطيها كما يعطي الرجل، لأن المساواة ليست دائما عدل. المساواة لو ساوى المرأة بالذكر لكانت لم تكن عدلا، فالعدل أن يعطى الذكر أكثر، لأنه هو الذي سيتكفل نقول بالنفقات. والغرم بغرم، كيف؟ لما كان يغرم أن يصيبه الغرم بالنقص، أي بأن عليه تكاليف، عليه مطالب، فالغنم بالغرم، يعني يحصل له منافع بسبب أن عنده تكاليف، فلأن الشريعة طلبت منه تكاليف ونفقة، فالشريعة كذلك أعطته كذلك بعض الأموال وبعض كذلك الميز في باب التركات حتى تعين على الإنفاق والإحسان إلى والديه أو من تحته ممن ينفق عليهم. صورنا هذا. فلذلك مثل المرأة الآن، المرأة كان في الجاهلية لم تكن تعطى الميراث، وفي بعض عادات الجاهلية المستمرة في زمننا هذا لا زال بعض العادات في بعض القبائل وبعض الأسر تجدهم لا يورثون المرأة، أسمى إذا كانت مثل أخت لهم، وهذه الأخت متزوجة و يعني متزوجة من أسرة أخرى، فقد يقول هذه خلاص لم تكن الآن بنتا لنا، وكأنها يعني كما قال ألغوها من قائمة العائلة فلا تعطى شيء، أو قد يرضونها بشيء بسيط ويسير وتسكت حياء وخجلا مع أنها لا تعطى حقها. فالله عز وجل يقول: فريضة من الله، وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. إذن هي حدود حد الله عز وجل، فلا يجوز أن ننتهك حدود الله عز وجل فلا نعطي المرأة شيئا كما يحصل في الجاهلية وكما يحصل بعض العادات عند بعض الناس، أن نعطيها نصيبها التي أعطاها الله عز وجل. فنعطيها كم؟ نعطيها نصيبها، فقد يكون نصيبها مثل الذكر في بعض الحالات، مثل الإخوة لأم، وقد يكون نصيبها أكثر أحيانا، وقد يكون نصيبها، وهذا في ست حالات، أن ترث الأنثى نصف الذكر، الذكر مثل حظ الأنثيين. فلو نعطيكم بعض الأمثلة تتضح فيها ذلك. سأختبر فهمك في قضية، يعني هل الشريعة فرقت بين الذكر والأنثى في هذه الحالات ولا ما فرقت؟ فنقول مثلا لو توفي شخص وترك
زوجة وبنتين وابن، نقول 4 بنات وابنين، كيف تقسم المسألة هذه؟ الزوجة كم لها مثلا في ثوارث؟ أقول الثمن، و7 لهؤلاء، كيف نقسم ال7؟ نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فالابنين لهم 4، لأن كل واحد على 2، والبنت كل واحدة تعتبر واحدة، أي لها سهم واحد. طيب مسألة أخرى، توفي شخص وترك أما وبنت ابن وابن ابن، فكم للأم هنا؟ إذا في فروارث تذكر السدس. طيب بنت الابن كم لها الآن؟ طب ما نقول بنت الابن لها النصف، طبعا في معصب لها، من شروط إرث بنت الابن النصف عدم المعصب، فنقول هنا ابن ابن، يعصبها ابن الابن، كما درسنا في العصبة بالنفس، ولا العصبة بالغير، ولا مع الغير؟ هذه الصورة عصبة مع الغير، العصبة بالغير، أقصد العصبة بالغير، القاعدة فيهم كلهم الأربعة للذكر مثل حظ الأنثيين، فنقول الباقي لهم، هذا عصبة، فالباقي يرثونه للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو قلنا المسألة مثلا فيها 6، من كم؟ من 6، 1 للأم، وكم يبقى؟ 5. كم لابن الابن حتى تنقسم قسمة مريحة لنا؟ لو افترضنا أن ابنين، ابني ابن وبنت واحدة بنت ابن، نقول ابن الابن، ابن الابن كل واحد عن رأسين، كل واحد عن رأسين، فنقول 4 للأبناء، 1 لبنت الابن، لكل ابن من هؤلاء طيب سهمين. فلو كان المال 600 ريال، كم للأم؟ 100 ريال. كم للبنت؟ طيب سيبقى 500 ريال، 100 ريال. وكم لكل ذكر؟ 200 ريال. إذن صار للذكر مثل حظ الأنثيين. قلنا الاعتبار هو أن عليه عبء مالي أكثر من أخته، فنقول هذا فضل من الله عز وجل، أن أعطاها، أي أن أعطى المرأة مال وهي في الحقيقة لم يطلب منها تكاليف، فهذه منحة وهذه كهدية من الله عز وجل لها. طيب أسألك أخي، لو رأيت هذه المسألة، توفي شخص وترك، توفيت امرأة وتركت زوج وأخ شقيق وأختين شقيقتين، لاحظ واضح الخط، زوج أخ شقيق أختين شقيقتين، الزوج كم له؟ نصف. طب الأخ الشقيق كم له؟ الأختين الشقيقتين طبعا هم عصبة بالغير، مثلا 2 1 1، سيأتي تصحيح الانكسار، لكن المقصود أن الأختين كل واحدة تعتبر إيش؟ واحد، رأس واحد، والأخ الشقيق الرأسين. طيب كذلك الإخوة، الإخوة لأب، لكن سأعطيك صورة أخرى لك تأملها، لو توفي شخص وترك أم وأخ لأم وأخت وأخت لأم وعم، أغلق الجهاز اللي أمامك الآن مقطع، حاول أن تجيب ثم ارجع. جيد، أظنك أجبت الآن، وأظنك بإذن الله وفقت. الأم كم لها مجموعة من الإخوة تذكر؟
وش كتبت؟ تقول السدس. نعم. طيب الأخ لأم والأخت لأم، طبعا هم مجموعة الآن، فهم شركاء في الثلث. طيب العم له الباقي. طيب إذا جينا نقسم المسألة من كم؟ مادام في 6 و3، وش أصل المسألة؟ 6 و3 أصلها من 6، وش بينهما؟ وش تسميه إيش؟ مداخلة أو تداخل. نقول 6، الأم لها 1، كم هنا؟ 3، والباقي كم؟ 3. نقول نأتي نوزع، وهذا أتمنى أنك تنتبه له. هل نقول الأخ لأم الرأسين والأخت لأم الرأس واحد؟ نقول لا، هم شركاء في الثلث. فنقول خاص لهم 2، لكل واحد 1. فلو أعطيك مثلا مبلغ، مثلا ترك مثلا هذا الميت 6000 ريال، كم الأم؟ 1000. كم للأخ لأم؟ 1000. كم للأخت لأم؟ 1000. والعم له 3000 ريال. إذن تساوى الأخ الأم للأخت الأم، وهذا يخالف القاعدة العامة في الفرائض اللي ذكر مثل الحظوظين، كما هو بنص القرآن أنهم شركاء في الثلث. إذن فهمنا أيها الإخوة هذه القواعد العامة التي نسميها ممكن المقاصد الشرعية في الميراث. فالشريعة هي رتبت الأحكام، ولله الحكمة البالغة، وقضاء فريضة من الله، لكن استنبط أهل العلم بعض الحكم في التفاضل، ففاضل الله عز وجل بينها، وهذا مقتضى عدله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قال عليما حكيما سبحانه وتعالى إنه بكل شيء عليم، فساوى. فلعل من الحكم درجة القرب من الميت، فكلما كان قريبا من الميت كان نصيبه أكثر، كالابن كالبنت كالأم كالأم والأب، بل أحيانا يحرم البعيد كالعم بسبب وجود الأب مثلا. أحيانا موقع الجيل الوارث من التتابع، فالله يعني اعتنت الشريعة بإعطاء الأجيال الجديدة أكثر من إعطاء الأجيال الكبيرة. كذلك قضية العبء المالي والغنم بالغرم، فالرجل الذي يطلب منه تكاليف ويجب عليه النفقة أعطته الشريعة نصيب أكبر لأجل أن ينفق عليه. أما المرأة التي ليس عليها تكاليف مالية ولم يطلب منها الشارع مطالب مالية، فالله عز وجل أعطاها، وهو هبة ومنحة من الله عز وجل، أعطاها نصف ميراث الذكر في حالات مرت معنا. أشكر لك أخي حسن استماعك وإنصاتك، ونسأل الله عز وجل أن نلتقي وإياكم على خير ومحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.